دي واحدة من أفضل الغرف اللي موجودة عندنا، بتطل على النيل على طول. إيه اللي جابك هنا يا إلهام؟ مين قالك إن أنا جاية وراك؟ أنا جاية أغير جو يومين، وبعدين سمعت إن الأوتيل ده أحسن أوتيل في أسوان. جاية عايزة إيه؟ ما قلت لك وحشتني. ايه عايزني افضل اقولها لك كل شويه؟ طب ما انا سبت لك المنصوره باللي فيها وما رضيتش ان انا اخد حقي منك وسبحتك، مع ان ده حقي. ما اسمهاش سبت المنصوره، اسمها هربت من المنصوره. وبعدين انا دورت عليك في كل حته، قلبت عليك الدنيا، قلت لنفسي معقوله معقوله كان قدر يبعد عني؟ حتى هما سالوني عليك، كانوا فاكريني مخبياك، فضلوا يراقبوني لغاية ما ركبت القطر من المنصورة. بس ما تقلقش عليا، أنا مش هدوخ اتنين مخبرين بس، لأ، أنا هدوخ قلم من البوليس بحاله. أنا إلهام. عارفك. عارفك وضايق سمك. وأديك شايفاني أهو. هربان زي الحرامية والمجرمين. وأنتي راجعة لابسة لبس الهوانم ومتسيغة. وهدف أحسن لوكاندا في أسوان. وانت مكانك المفروض يبقى في السجن. طب اطلع برا، اطلع برا، عايز ارتاح. وبعدين لما عاوزك هندهلك. هو يا ايه؟ هو بتاع الاستقبال كان بيقولك يا ايه؟ يا فؤاد؟ يا فؤاد. برا. ايه بقى موضوع هدية الأخ الأخت ده؟ لا أبدا عادي، مفيش موضوع خالص. مالك؟ ماليش، أنا كويس. أنت كنت فين؟ كنت بسكن نزيلة. اللي لسه واصلة؟ آه هي دي. كل ده؟ أصلها هي رغاية شوية. أول مرة تيجي أسوان فقعدت تسألني عن الرحلات النيلية والأماكن اللي هتزورها والمواعيد بتاعة الأكل بتاعة الأوتيل. هي أول مرة تيجي هنا أسوان. على العموم ميرسي على الهدية. لا العفو، أنا مضطر أستأذن علشان الريس صديق واخد أجازة وقال لنا محدش فيكم يغلط أي غلطة كأني موجود بالظبط، فأنا لازم أرجع الشغل. أنا إذنك. ادخل. هدوم سيلين دي اتغسلت واتكوت. حطيهم في الدولابات. حاضر. لا يا مو، اكيد هجيله، اجيب سليم وامال ونجيله. ان شاء الله. لا اكيد مش هنسى يا ماما، لا هجيبه. طيب بقولك ايه، خدي امال معاكي. الو. ايوه طنط، ازي حضرتك؟ الف سلام على انكل. لا اكيد. حاضر، في اقرب فرصه هعمل كده ان شاء الله، هيبقى كويس ما تقلقيش. حاضر يا طنط، مع السلامه. هو انت فعلا عايز تاخد سليم معاك الفيوم يا احسان؟ هاخدك انت وسليم. الراجل لسه ما شافش حفيده لغايه دلوقتي. ليه سمعك بتقول لغايه دلوقتي؟ يقول الولد بقى عمره 10 سنين. هنسافر انا وانت الفيوم. ايوه يا حبيبي، انا ما عنديش مشكله، بس انا خايفه على صحه سليم. هو انا بقول لك هناخد الولد ماشي، وبعدين مالها صحه الولد يا مال؟ ابنك ما كملش شهر. انت فاهمه لما اخد الولد دلوقتي هياثر نفسيا على صحه بابا ازاي؟ فاهمة يا حبيبي، والله فاهمة، بس أنا خايفة على سليم. مش ما تخافيش،
ورد. عايزة اني فوق؟ لا بس اكيد هتعوزك بعد شويه. المهم انا سمعت احسان بيكلم امه في التليفون بيقول لها انه هياخد امال وسليم ويسافروا لها عشان ابوه يشوفه. ياخد سليم ويسافر؟ اه واكيد هتبقى عايزه تاخدك معايا. ايوه بس انا هسافر ازاي واسيب ادهم هنا؟ استحاله اعرف اعمل كده. طب انا عارفه طبعا، عشان كده عايزاكي لما تطلعي تمهدي لها انك عيانه. هما دول بيفرق معاهم عيانه ولا حتى بموت؟ هتقولي هتسافري برضو وانت عيانه؟ استغفر الله العظيم، هتتحل هتتحل. ادهم بيعمل ايه؟ يا نهار ابيض، ده مبلول مبلول عشان كده بيعيط. يلا يلا غيري له غيري له. وبايام بيلبسي ده؟ جبتيه منين ده؟ أنا طول عمري أسمع إن التلميذ هو اللي بيهرب من المدرس عشان ما ياخدش الحصص، إنما المدرس هو اللي بيزوغ أول مرة أسمعها دي. معلش يا فاطمة، الشغل كتير أوي اليومين دول، والرئيس صديق مسافر وأمين يا دوب بيشتغل نص وردية وكله فوق نافوخي وبفكر في 100 حاجة، معلش. طب بقول لك إيه، بما إنك يعني قاعد ما بتعملش حاجة، أروح أجيب الكراسة والقلم ونقعد. أوه يا فاطمة، بقول لك مش فاضي ودماغي فيها مليون حاجة، لا فاضي الحصص ولا الكراريس. أنا آسف. معلش سيبيني عايز أقعد لوحدي. حاضر. يا ريت ما تبصيهوش، لو عندك أي ميكروب ممكن تعديه. اسفة هنا. حبيبي بيضحك لي يا امل. هانا بيضحك لك يعني ايه؟ هما الاطفال في السن ده بيعرفوا يضحكوا او يعملوا اي حاجه؟ اه والله العظيم كان بيضحك لي. طب كفايه كده، هاتي الولد وشوفي وراك ايه. أنا كنت لسه هكمله. أنا قلت كفاية. إيه ما بتسمعيش؟ اتفضلي شوفي شغلك. ما تتأخريش على ميعاد الرضاعة الجاية، يلا. حاضر. اتفضلي روحي شوفي وراك إيه. يلا. بقول لك أنا متأكدة إنها عارفة إنه ابنها. تقدري تقولي لي هتعرف إزاي؟ أنتِ كنتِ حامل وخلفتي. وهي كانت حامل وخلفت وطفلها خلاص سافر، ده غير ان انا بنفسي قلت لها انها مخلفه بنت مش ولد. انت اصلك ما شفتيش هي بتتعامل معاه بحد شكله ايه؟ وانت عايزاها تتصرف ازاي يعني؟ ام واتاخد منها ابنها، اكيد جواها مخزون، هتديه لاول طفل تقابله. ايه؟ طيب انا مش عايزه ورده ترضع ابني تاني، نجيب اي مرضعه تانيه. دكار نوش سي با دكار. 100 مرة قلتلك أحسن حاجة للطفل صحياً إن أمه ترضعه. سليم ابني أنا، أنا أمه ماليش أي أم تانية غيره. خلاص اتصرفي على هذا الأساس وصدقي اللي أنت بتقوليه. شوفي تعملي إيه علشان ما تسافريش مع جوزك. إن كنت أفضل إنك أنت تسافري وتاخدي وردة معاه. بقول إيه بقى، العنايات بركات لما تدخل تلاقي وردة بترضع سليم، وإحنا فاهمينها إن أنا اللي برضعه. مش حضرتك اللي قلت لها كده؟ انتي خايفة؟ لا أنا مش خايفة، أنا مرعوبة يا ماما، حاسة إني لو رحت من غير ما تكوني معايا هيعرفوا كل حاجة، مش هعرف أتصرف وهيكتشفوا الحقيقة. إيه ده؟ خدته من عمال بالعافية عشان كنت عايزة ألعب معاه شوية. ممكن بس تقف هنا دي، أنا محتاجة أخش التواليت ثانية واحدة.
لو سمحت. أمور يا هاني. أنا مش بنده لك أنت، أنا بنده له هو. عايزك أنت. تخلص شغلك وتجيب إزازة شامبانيا وتطلع لي على فوق. فخر. مين الست اللي قاعدة هناك دي؟ باين عليها من النوزلاند ونفوريج اللي بينزلوا في الأوتيل اليومين دول. على فكرة يا مراد، أنت لازم ترجع تعمل زي ما كان أدهم حفظي بيعمل، كان بيختار مين ينزل في الجراند أوتيل ومين لأ. عندك حق يا فخر، بس يا ريت حضرتك تقولي الكلام ده لاسم تاني محسن. مجنونة، لو مش عاجبها مستوى النزلة اللي في الأوتيل تبقى تسيب الأوتيل وتروح أي حتة تانية. مش هما دول اللي خرجونا من أزمتنا الأخرانية دي؟ عندك حق يا هنا، أنا برضه قلت لها كده. سيبك منها. عملت إيه في موضوع الجواب؟ جواب إيه؟ اللي عند أم ابنك. أكيد حضرتك تقصد سليم حفيد بركات باشا. عموما يا اسمة هاني، من غير ما نسن أنيابنا على بعض، عايز أطمنك إن موضوع الجواب ده اتقفل إلى الأبد. أنا خدته منها وقطعته بنفسي. من غير ما توريهولي؟ الفترة اللي فاتت ما كانش فيه أي فرصة إن احنا نفتح الموضوع يا اسمة هاني. إذا كان حضرتك ما سألتنيش غير النهاردة من ساعة ما قلتلك. طيب و ورد اللي عارفة كل حاجة مكتوبة في الجواب؟ ما الحقيقة مش فاهمك يا اسمة تهاني، ازاي ورد دي موجودة في الأوتيل لحد النهاردة؟ أنا شايف إن احنا لازم نطردها هي وجوزها وحماتها كمان. عشان تروح تقول لهم اللي مكتوب في الجواب؟ تثبت لو كان في جواب من أصله. عايز ايه يا الهام؟ طب مش تفتح ازازة الشمبانيا الاول؟ لا كفايه عليك اصلا ان انت عرفتي ان في حاجه في الدنيا اسمها شمبانيا بعد ما كان اخرك العرق سوس. مش مسموح لك انك تغلط تاني، علشان انا مش هملك بس ان انا مشيت من هنا، ارجعك السجن اللي انت هربت منه. يعني مشوار صغير كده لغايه اسم البوليس، ابلغ عن الجرسون اللي اسمه فؤاد وقال لهم ان هو نفسه علي صلاح عبد الجواد المتهم بسرقة فتحية هاني وغازل من اعيان المنصورة، ولما اكتشفت سرقته خبطها بالزهرية على دماغها جاب اجلها. يا بجحتك، يعني انت اللي قتلة الست وانت اللي وزتيني على السرقة من اساسه وجاي دلوقتي تقولي الكلام ده؟ انت ايه؟ عايزة ايه؟ انا وانت يا حبيبي بس اللي عارفين الكلام ده. انت لما قلت الكلام ده في البوليس محدش صدقك، علشان انا كنت مكممه ومكتفه، ما قدرتش حتى يعني انقذ الست هاني من اللي مربياني وخيرها عليا، وانت قتلتها يا مجرم ما عرفتش اخلصها من ايدك وخدتي الفلوس كلها وهربتي وبقيتي ست هانم بعد ما كنت خدامه بلقمتك. جايه هنا عايزه مني ايه؟ قلت لك وحشتني، ليه مش عايز تصدقني؟ عشان انت كدابه وبقى انا حمار لو صدقتك تاني. خلصي. يعني انت خلاص ما عدتش تحبني؟ انا ما كنتش بحبك من اساسه، انا كان بيتهيأ لي اني بحبك. حتى لو قلت لك ان انا جايه ندمانه وبقول لك اديني فرصه تانيه؟ جايه بتهدديني ليه؟
عايزة ايه قصاد التهديد ده؟ انا ما عنديش حاجة اديها لك. لا ازاي؟ ده انت عندك مفاتيح النعيم كله. عقد فخر هانم ده لوحده بس بتمن صيغة فتحية كلها. عايز انسى، عايز انسى اني شفتك، عايز انسى ان البوليس بيدور عليك، حتى ما شوفش اي حد ولا حتى عسكري اقوله على مكانك. شفت انا بحبك قد ايه؟ وانت متخيله بقى ان انا هجريكي في حاجه زي دي عشان اروح في 60 دقيقه تاني؟ ما يا حبيبي مش من مزاجك، ده غصب عنك، لانك لو ما وافقتش هرجعك السجن تاني في لمحه بصر. انت ايه؟ شطانه؟ لا انا الهام، الهام حبيبتك، الهام اللي كنت بتتمنى لها الرضا ترضى. وانا عارفه ان انا غلطانه، انا عارفه ان اول مره انا ضحكت عليك واخدت كل حاجه لنفسي، بس ليك عليا المره دي ليك ربع تمن العقد. شفت؟ شفت انا مش ظالمه ازاي؟ يلا بقى افتح لنا الشمبانيه خلينا نشرب. يلا يلا. الواد ادم الصغير خلاص جنن امي. خش عليها الاوضه في اي وقت اي وقت تلاقيها قاعده بتلعب وبتنخشوا. ساعات بتصحينا من النجم انا وورد عشان تاخد الوقت تلعب بيه. بس بقى عمال تقول لنا الواد لازم يطلع من الرطوبه اللي انتوا عايشين فيها دي ويقعد شويه في الشمس. تفتكر عشان كده الواد طالع هفتان وضعفان؟ ولا عشان واد ابن امان واخد الغذاء واللبن كله من امه؟ يعني ورد هي كمان يجي عليها وقت تربع ادهم ما بتقدرش. اسمها برضه لا بتاكل ولا بتشرب كويس. مش عارف اعمل ايه في الحكايه دي. ايه رايك يا علي؟ اعمل ايه في الموضوع ده؟ علي معاك انا امين. سامع سامعني ده ايه؟ انا بقالي ساعه عمال اتكلم جنبك كاني بدن في ملطه. مالك؟ حاجه مضايقاني كده وهتعدي. طب ما تحكي لي يا صاحبي في ايه؟ لا ما تشغلش بالك انت. ايه ما تشغلش بالي دي؟ وده من امتى؟ اصل حكايه قديمه يا مين الرغي فيها ملوش معنى. مش هوصلنا لحاجه. هحكي لك وهشيلك الهم. مش هتعمل لي حاجه. طب ما تحكي لي يمكن اعرف اساعدك. بقول لك ايه؟ ريح دماغك انت، ريح دماغك. خليك في اللي انت فيه. اطلع انت نام. كلها شويه وهتلاقي امك والواد بيصحوك. طب انت مش هتنام؟ حصلك. طيب خليك فاكر بس تبقى نار تصبح رماد. يا رب تصبح على خير. ايه يا امال انت لسه ما لبستيش؟ القطر مش هيستنانا. تعالى جسني كده يا احسان. مش عارفه حاسه اني سخنه وزوري وجعني قوي. لا كويسه. خدي اسبرين وهتبقي كويسه. قلتي لي ساكنه جنبي في الزمالك؟ ايوه يا هانم،
أنا ساكنة في نفس الشارع اللي فيه فيلا الزهيري. يبقى أكيد ساكنة جديد، أصل أنا عمري ما شفتك. بعدين أنا بقالي كتير قوي ما نزلتش القاهرة. خالص، أنا ساكنة هناك بقالي مدة، وبعدين أنا شفت حضرتك أكتر من مرة. يعني الطبيعي إن أنا أخد بالي من حضرتك وحضرتك ما تاخديش بالك مني. حضرتك فخر عيني من الزهيري، يعني أشهر من الشمس، إنما أنا يعني ما حدش. آه طبعاً، حقيقي أكيد. صباح الخير. صباح النور يا نسلي. أعرفك، قلتي لي اسمك إيه؟ إلهام شفيق. نازلي هاني مش كده؟ أهلا وسهلا. مضطرة إن أنا أحرم نفسي من قعدتكم اللطيفة دي، بس أنا فعلا عندي ميعاد. هان إذنكم؟ اتفضلي روحي. طبعا طبعا اتفضلي. دي ساكنة في الزمالك، دي آخرها كمريرة في سرايا من سرايات الزمالك. هو فؤاد زميلكو فين؟ استأذن ساعتين حضرتك. يعني ايه تاخد ورد؟ انا امه لازم يفضل معايا انا. هم يومين يا مالو هرجعهولك. اتفضلي يا ورد، قومي البسي وتعالي عشان هنسافر. اقعدي مكانك ما تتحركيش. اللي انت بتقوله ده مش هيحصل يا حسين. ابني مش هيتحرك خطوه واحده من غيري. امان راعي اللي انا فيه ولو مره واحده في حياتك. انا هستأذن. انا هاتي الولاد وتفضلي انت، وما تتاخريش على ميعاد الرضاعه الجاي. امال القطر هيفوتني. خلاص يا حبيبي، اتحرك انت عشان ما تتاخرش على القطر، وانا اول ما اتحسن هجيب سليم ونحصلك على طول. ايوه حولها لي. ايوه ماما، انا على الباب يا ماما نازل. في ايه يا حسين؟ طب اهدي. أنا بعتت التلغرافات بأسامينا كلنا. هو ده كل اللي قدرت عليه؟ مش كان المفروض تروح تقف معاها في العزا؟ مش عديلك برضو؟ اسمت هاني، ما كانش ينفع أنا وإحسان نسيب الأوتيل في الوقت ده. عندك حق، نبقى نعمل له عزا بعدين. طبعا البقاء للي هيعمله. مرسي. أما الولد سليم ده جايب رزقه. يعني ايه جايب رزقه؟ مش كل ثروه بركات باشا ده لاحسان؟ هو ده اللي همك دلوقتي يا ماما؟ فين سليم؟ مع دباسكي. انا اذنكم. اتفضل. بركات باشا الله يرحمه كان راجل طيب قوي. أنا شفته قبل ما يتعب كده تشاش يعني، بس هو زلهم لغاية لما مات. أصله كان ميت قبل ما يموت بكتير. مساء الخير. مساء النور. شفتي؟ أهي اشترت أسوان كلها. مش بقولك نوفوريش؟ انت كنت فين؟ كنت في مشوار. النهارده يوم اجازتك؟ لا، متعز الفرصه ان الرئيس صديق مسافر وان داده سكينه مشغوله فبتزوغ.
في ايه يا نازله؟ بتكلميني بالطريقه دي ليه؟ فيني مش مسموح لك، مش مسموح لك تعمل غراميات مع النزل. وعلى فكره انا عشان ما تتلخبطش، انا بتكلم معاك دلوقتي بمنطلق الشغل مش من اي حاجه تانيه، عشان احنا اتفقنا ان احنا اخوات، وانا دلوقتي بقيت مقتنع بقرار ده اكتر من الاول كمان. بس تحت اي ظرف من الظروف انا مش هسمح لك انك تقضي سهرتك في اوضه نزيله، ولا انك تسيب الشغل وقت العمل وتروح تمشي وراها وتجري وراها. طيب من فضلك ما تكلمنيش بالاسلوب ده، عشان في حاجات انت مش فاهمها وانا هشرحها لك وهتكلمك فيها في الوقت المناسب. تشرح او ما تشرحش انت حر، علاقاتك وغرامياتك ونزواتك دي حاجه ترجع لك، انت حر. بس انا هقول لك حاجه، عشان انا ما بعرفش اكذب عليك، انا مستفزه منك جدا. انا شفت انت حصل لك ايه من ساعه ما الست اللي اسمها الهام دي دخلت الاوتيل. نسيت نفسك ونسيت الدنيا وبقيت مش شايف غيرها هي. كنتش فاكراك كده، وبمعنى اصح انت ما كنتش مفهمني لك. انت كده بتظلميني، وزي بقولك انت في حاجات لسه مش فاهماها. كنت مش فاهمها، بس بعد اللي انا شفته بعينيا تبقى غبيه لو فهمت غير كده. خساره. قبل ما انفذ لك طلبك في حاجات لازم نتفق عليها الاول.